مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم أخبار عاشرة. مرحبا بكم، نبدأ هذه النشرة بأبرز العناوين. الأخدود الجوي يؤثر على محافظات السلطنة وجريان أودية بمحافظة مسندم وأمطار غزيرة بالبريمي. نحو 20 قتيلا بين الجيش العراقي في هجمات وتفجيرات لتنظيم داعش بعدة محافظات. دعوات أممية لمساعدة لاجئي سوريا مع دخول العواصف الثلجية مخيماتهم. وفي أخبار الاقتصاد تتابعون فيها: تنويعا لمصادر الدخل المحلي، اكتشاف مناطق تعدينية بها معدن الذهب ومتاحة أمام المستثمرين. وتتابعون في النشرة الرياضية: منتخبنا الوطني يفتتح تحضيراته للتصفيات الآسيوية المزدوجة. مرحبا بكم. أثر أخدود المنخفض الجوي اليوم على المحافظات الشمالية للسلطنة، وقد أدت الأمطار الغزيرة في ولاية السيب إلى انقطاع الكهرباء، فيما هطلت صباح اليوم أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة على محافظة مسندم، جرى على إثرها عدد من الشعاب والأودية في ولايات المحافظة. وهذه لقطات لجريان الأودية في ولاية خصب. وفي محافظة البريمي هطلت أمطار بين المتوسطة والخفيفة، وكانت آخر خرائط الطقس قد أشارت إلى تأثر أجواء شمال السلطنة بأخدود لمنخفض جوي، حيث يكون الطقس غائما جزئيا على محافظة مسندم اعتبارا من اليوم مع احتمال هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة. ومن المحتمل أن يمتد التأثير تدريجيا إلى محافظات مسقط وشمال وجنوب الباطنة والبريمي والظاهرة وجبال الحجر والمناطق المجاورة لها. في محافظة شمال الباطنة هطلت أمطار بين المتوسطة والخفيفة، وتتوقع الأرصاد الجوية أن يساهم الأخدود في انخفاض درجات الحرارة. اللقطات التي تتابعونها الآن هي الأمطار التي هطلت على محافظة شمال الباطنة. في نشرة سابقة ذكرت الهيئة العامة للطيران المدني في اتصال هاتفي أن تأثير الأخدود سيستمر لمساء الغد. من المتوقع على بقية مناطق السلطنة أن يستمر التأثير بأمطار متفاوتة الغزارة على سواحل بحر عمان ومحافظة مسقط وجنوب وشمال الباطنة وجبال الحجر والمناطق المجاورة لها لمساء لغاية مساء يوم الغد إن شاء الله. سقط عشرات القتلى والجرحى في هجمات وتفجيرات لتنظيم داعش في عدة محافظات عراقية. وبرغم هذه الهجمات إلا أن الجيش العراقي أكد أنه أحرز تقدما في تطهير مدينة الرمادي، مع مواصلة إخراج العديد من العائلات من المدينة لإعادة الأمن بشكل كامل.
عشرات من الجنود العراقيين سقطوا بين قتيل وجريح في هجمات وتفجيرات لتنظيم داعش في عدة محافظات ومناطق بحسب مصادر أمنية عراقية. الفلوجة شرقي الرمادي التي ما زالت تشهد معارك عنيفة قتل فيها 23 فردا من الجيش العراقي في هجمات بسيارات ملغمة، وعدد آخر قارب 18 جنديا قتلوا في قرية بروانة التابعة لمدينة حديثة قرب الرمادي عندما شن مسلحو داعش هجوما مفاجئا استخدموا فيه 13 سيارة مفخخة انفجرت جميعها في الهجوم. محافظة صلاح الدين شمال بغداد هي الأخرى شهدت سقوط 30 عنصرا من الشرطة بين قتيل وجريح في تفجيرات انتحارية استهدفت مركزا لتدريب الشرطة في وقت أعلنت فيه القوات العراقية عن مقتل 15 من عناصرها بينهم 3 ضباط في هجوم انتحاري استهدف معسكر سبايكر شمال تكريت. أشارت إلى أن قتل الهجوم الذي نفذه 10 انتحاريين يرتدون أحزمة كانوا يخضعون لدورة تدريب وجميعهم من محافظة نينوى. كل ذلك في وقت أعلن فيه الجيش العراقي عن تدمير أكبر معمل لتصفيح وتفخيخ السيارات لتنظيم داعش في الحويجة بمحافظة صلاح الدين خلال ضربات جوية، مشيرا إلى أن الطلعات الجوية بمساندة التحالف الدولي أسفرت عن مقتل العشرات من قادة بارزين في داعش، ومتحدثا عن تدمير ما يقارب 30 موقعا دفاعيا وكميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة التابعة للتنظيم في الأنبار. الجيش العراقي أكد أيضاً أنه يحرز تقدماً في سياق فرض سيطرته على مدينة الرمادي مع مواصلة إخراج العديد من العائلات إلى خارج المدينة. قتل 16 مسلحاً من تنظيم داعش وأصيب آخرون في اشتباكات عنيفة ضد فصائل كردية بريف محافظة الرقة حسب ما أعلن المرصد السوري. وأضاف المرصد أن المعارك اندلعت بين الطرفين قبل أيام في قرية المستريحة انتهت بسيطرة الفصائل الكردية على القرية التي كان يسيطر عليها التنظيم في وقت سابق. دعت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين المجتمع الدولي إلى ضرورة أن يساهم بشكل أكبر في دعم اللاجئين السوريين. وقامت المفوضية مؤخرا بتقديم المساعدات للاجئين السوريين في لبنان التي تمر بعاصفة ثلجية فاقمت من حجم معاناة اللاجئين في المخيمات التي تفتقر بعضها إلى وسائل التدفئة ووجود خيام مهيئة للطقس العاصف. ودعت المنظمة أن لا تتكرر مأساة اللاجئين السوريين في الدول التي تستضيف مخيماتهم خلال فترة الشتاء في العام الماضي. ومعاناة اللاجئين السوريين لا تزال تتواصل من المخيمات إلى السواحل الأوروبية، حيث تمكنت قوات خفر السواحل التركي من إنقاذ 57 مهاجرا عالقوا قبالة جزيرة صغيرة في بحر إيجا. وقالت أنقرة إن مركب المهاجرين واجه مشكلات بعد مغادرته أحد المنتجعات في محافظة إزمير التركية ما أدى إلى توقفه وسط البحر، حيث تم إنقاذ 12 مهاجرا بينهم 3 أطفال بمروحية تابعة لخفر السواحل التركي، فيما تم إنقاذ 45 آخرين بواسطة مراكب صيد بسبب صعوبة الاقتراب من الجزيرة الصغيرة بسفن خفر السواحل الكبيرة. وفي الأراضي أثرت العاصفة الثلجية في دول الشام على معاناة العديد من الأسر التي فقدت منازلها جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. ودعت المنظمات العاملة في غزة إلى تقديم المزيد من المساعدات لفاقدي المنازل في القطاع. أهالي خزاعة شرق محافظة خان يونس، القرية التي نالت نصيب الأسد من الحرب الأخيرة على غزة، ها هي اليوم تصارع أخطار منخفض جوي شديد. فبعد فقدانهم لبيوتهم كان البديل وما زال كرفانات حديدية سرعان ما تغرق في المياه بعد أول زخة للأمطار، فمن الطبيعي ألا تقيهم برد الشتاء القارص. ورغم استعدادات الطواقم والدفاع المدني لهذا المنخفض، إلا أن البنية التحتية المدمرة للمنطقة لن تسمح للسكان بأن يكونوا في مأمن عن مياه الأمطار التي تغرق المنطقة بأكملها، إضافة إلى مشاكل الكهرباء
والمياه التي لا تنتهي. ويعاني أصحاب الكربانات من ظروف صحية مأساوية نظرا لعدم ملائمتها لمقومات الحياة وافتقادها لعناصر التهوية والتدفئة الكافية، حيث كثيرا ما يصاب سكانها بالأمراض والموت أحيانا. اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني الهجومين على السفارة السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مشهد اللذين وقعا مساء السبت بالحادثين الغير مبررين. ونقل عن الرئيس روحاني قوله إن التصرف الذي قام به من وصفهم بمجموعة من المتطرفين ضد السفارة والقنصلية السعوديتين غير مبرر على الإطلاق، داعيا إلى ضرورة معرفة منفذي الهجومين لوضع حد لهذه الأعمال ولضمان أمن الممثلين الدبلوماسية. وكانت الرياض قد قدمت احتجاجا على تصريحات طهران تجاه إعدام أشخاص مدانين بأعمال إرهابية في المملكة. قمة باريس للمناخ جعلت العديد من الدول تعتمد سياسات وقوانين تحد من تلوث البيئة. وعلى الرغم من ذلك إلا أن إيطاليا أكدت حدوث وفيات أعلى من المعتاد والإصابة بالسرطان بين السكان في نابولي وحولها بسبب نفايات سامة تلقيها إصابة محلية. وذكر التقرير الذي عده معهد الصحة الوطني الإيطالي أن معدلات حرجة لأطفال في إقليمي نابولي وكاسريتا تم إدخالهم إلى المستشفيات في العام الأول من حياتهم لإصابات بالغة بالأورام ولا سيما في الجهاز العصبي المركزي نتيجة التعرض المؤكد لمزيج من الملوثات البيئية خلال إلقاء النفايات الخطيرة بصورة غير قانونية أو إحراق مثل تلك النفايات بدون ضوابط. وبهدف التغلب على مشكلة التلوث بدأ في العاصمة الهندية نيودلهي تطبيق مبادرة جديدة لتنظيم حركة سير السيارات. المبادرة تقوم على تجربة تطبيق نظام الأرقام الفردية والزوجية على سير المركبات المختلفة وتشجيع سكان المدينة على ركوب الدراجات النارية والهوائية. بدأت العاصمة الهندية نيودلهي تجربة تطبيق نظام الأرقام الفردية والزوجية على سير المركبات المختلفة والتي تستمر ل15 يوما في يناير الحالي بهدف مكافحة التلوث وتحسين جودة الهواء في أكثر مدن العالم تلوثا. وبادر بعض الوزراء في حكومة نيودلهي المحلية بالتخلي عن سياراتهم الفاخرة ولجأوا لركوب الدراجات النارية والهوائية لتشجيع سكان المدينة على المشاركة في تطبيق التجربة على أرض الواقع. سنستخدم كل الخيارات المتاحة سواء كانت الدراجات أو المترو أو الحافلات وغيرها خلال فترة ال15 يوما. دلهي تتغير، واليوم يلتزم الجميع بتطبيق هذه التجربة. بالأمس كان عدد المخالفات المرورية أقل بكثير عن هؤلاء الذين كانوا ينتهكون إشارات المرور. بينما أوضح مانيش سيسوديا نائب رئيس الوزراء الهندي أن الحكومة ستقوم بتمهيد آلاف الكيلومترات من الطرق في نيودلهي كي تكون جاهزة لسير الدراجات الهوائية فوقها. وبالفعل أظهرت بيانات رسمية أن نسبة تلوث الهواء المرتفعة في نيودلهي تراجعت بنحو 10% مع تطبيق نظام الأرقام الفردية والزوجية على سير المركبات اعتبارا من الأول من يناير. وقامت الحكومة الهندية بتسيير 3000 حافلة عامة إضافية، كما زادت عدد قطارات مترو الأنفاق بمقدار 70 قطارا للمساعدة في تخفيف الاختناقات المرورية في شوارع المدينة. وقالت منظمة الصحة العالمية العام الماضي إنه يوجد في الهند 13 مدينة من بين 20 مدينة تعد الأكثر تلوثا على مستوى العالم، وإن تدني جودة الهواء تؤدي إلى الوفاة المبكرة لمئات الآلاف كل عام. هذه النشرة مستمرة من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان وفيها بعد الفاصل. ما يجينا يكون نصبح صبحنا سارين النخل. النخلة ثمارها غذاء وجذوعها وليفها مواد للسكن.
الأخدود الجوي يؤثر على محافظات السلطنة وجريان أودية بمحافظة مسندم وأمطار غزيرة بالبريمي. نحو 20 قتيلا بين الجيش العراقي في هجمات وتفجيرات لتنظيم داعش بعدة محافظات. دعوات أممية لمساعدة لاجئي سوريا مع دخول العواصف الثلجية مخيماتهم. جملة من الجوائز حازت عليها مسرحية المزار لفئة ذوي الإعاقة من السلطنة، إلى جانب فوزها بجائزة أفضل مسرحية للمهرجان المسرحي الرابع لفئة ذوي الإعاقة بدول مجلس التعاون الخليجي. جرى ذلك في حفل ختام المهرجان المسرحي الرابع والذي أقيم على مدى أسبوع بمسرح الكلية التقنية العليا بمسقط. بعد أسبوع حافل بعروض المسرحيات لذوي الإعاقة لدول الخليج العربية، ها هو الأسبوع يطوي صفحته الأخيرة بفوز مسرحية المزار لسلطنة عمان. ذهبت الجائزة إلى سلطنة عمان مسرحية المزار. إلى جانب جائزة أفضل مسرحية أعلن عن جوائز أخرى للأعمال المصاحبة عن كل مسرحية للدول المشاركة. ورغم أن مسرحية المزار حازت على الجائزة، إلا أنها خطفت مجموعة من الجوائز الأخرى، وهي أفضل مؤلف وأفضل مخرج وأفضل ممثل وهو فيصل الحارثي، وعمران الرحبي لدور خادم الضريح، وأفضل عمل للأزياء والإكسسوارات أيضا ذهبت للمسرحية نفسها. النول ونصف ساعة حلم وقرية الصلاح وطاح في الفخ والأعضاء عناوين لمسرحيات الدول المشاركة، وكانت نموذجا للإبداع من فئة ذوي الإعاقة، تفاعل معها الجمهور ولاقت استحسانا كبيرا. المهرجان خرج بعدد من التوصيات. ضرورة الاهتمام بهذا المهرجان الهام والاستعداد له بفترة زمنية مناسبة. 2. توصي اللجنة وتناشد وزارات الشؤون الاجتماعية أو التنمية الاجتماعي في مجلس التعاون الخليجي لإقامة مهرجانات محلية لذوي الإعاقة في كل دولة من دول المجلس وتكون سنوياً. هذه المسرحيات الهادفة ضمت في ثناياها إبداعات ممثلين كانوا من ذوي الإعاقة برعوا في الفن وأثبتوا أن الإعاقة لا وجود لها مع العزيمة والإصرار. إبراهيم بن سالم الهادي من الكلية التقنية بالخوير بمحافظة مسقط. لا تزال ظاهرة وقوف الشاحنات في الأحياء السكنية بولاية البريمي تشكل عامل قلق كبير للسكان نظرا لما تسببه من مخاطر على الأطفال بوجه خاص. كما أن وقوف هذه الشاحنات في الطرقات الرئيسية يؤدي إلى تشويه المنظر العام. لم تخل منها شوارعنا يوما، وفي حاراتنا اتخذت لها بيتا دائما تقطن فيه، وإن كان ذلك بطريقة غير قانونية. السيارات هاي مزعجة، أزعجتنا، وقفة داخل الشوارع وتعرض أطفالنا يتخششون تحتها، وفي أشياء ثانية مثلا حتى الضرك عند توقف سيارك ولا شيء ما تلقى مكان. أزعجونا أزعاج كبير يعني. الأمر لم يقف عند هذا الحد، فهذا المشهد يلخص لنا جانبا آخر من الجوانب السلبية لوجود الشاحنات والمستودعات وسط الأحياء السكنية. وجود المستودعات في وسط الولاية أعتقد هو السبب الرئيسي لجلب هذه الشاحنات. أعتقد يعني أن وجود أرض مخصصة خارج مركز الولاية أو مركز مدينة البريمي بالأخص ولتكن في المنطقة الصناعية هي الحل المناسب، بحيث أنه ما تكون هناك شاحنات إلا للضرورة القصوى، الشاحنات اللي هي مثل شاحنات البناء أو اللي السيارات اللي يعني يحتاجها المواطن بشكل أساسي. الشوارع أيضا لم تسلم منها، فحفرة هنا وأخرى هناك وتشققات أخذت أشكالا عديدة،
يستمر بذلك مسلسل أزعج المواطنين كثيرا، فيا ترى هل من بارقة أمل لإنهاء حلقاته المستمرة؟ المجلس البلدي أخذ خطوات في ثلاث جوانب مهمة تختص بهذا الموضوع، اللي هو وقوف الشاحنات، في توصية بعدم إدخال الشاحنات، للحين نحن ما حصلنا رد عليها. الشيء الآخر وجود العمالة مرتبط أيضا بالشاحنات، وجود العمالة الأجنبية في وسط الأحياء السكنية هو ما يزيد ويشجع السائقين للدخول والولوج إلى مركز الولاية. هناك شيء آخر اللي هو نقل المستودعات، إذا نقلت هذه المستودعات أعتقد ما بيكون هناك مسبب لدخول هذه الشاحنات. جهود حثيثة بذلها الأهالي وتوصيات رفعت إلى بعض الجهات المعنية لإيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة، إلا أننا وإلى وقتنا هذا لم نر شيئا ملموسا يبشر بانتهائها، والأدهى والأمر من ذلك أن هذه الظاهرة لا زالت تتفاقم يوما بعد يوم. أنور بن زاهر الغريبي من ولاية البريمي. والآن إلى الأخبار الاقتصادية التي يقدمها الزميل طلال الكلباني في أول ظهور له في الأخبار. مرحبا بك طلال، أهلا وسهلا بك داود. أبرز ما لديك في هذه النشرة. تم اكتشاف 11 منطقة تعدينية في مختلف مناطق السلطنة، وفي هذه المناطق تم اكتشاف معدني الذهب والنحاس. إذن سنتابع كل هذه التفاصيل في الاقتصاد. نعم، ولكن بعد قليل. عدة مناطق تعدينية في السلطنة تأكد وجود معدني الذهب والنحاس فيها، وستكون هذه المعادن النفيسة متاحة أمام المستثمرين للاستفادة من عوائدها الاقتصادية لرفض ميزانية الدولة، لا سيما مع تراجع أسعار النفط. مرحلة جديدة تستوجب تنويع مصادر الدخل والتوجه بها من الاعتماد الكلي على النفط إلى استثمار الموارد المعدنية الأخرى المختزنة في باطن الأرض. دراسات الهيئة العامة للتعدين تشير إلى إمكانية توفر كميات تجارية من معدني الذهب والنحاس في تتابع صخور الأفيوليت الممتد من محافظة شمال الشرقية إلى أقصى الشمال في ولاية شناص. حتى نقول بأن هذه الاكتشافات اقتصادية لابد من إجراء دراسات تفصيلية على هذه المواقع. هذه الدراسات التفصيلية تشتمل على أعمال حفر جوفي ماسي وأخذ عينات من تحت سطح الأرض. هذه العينات تحلل، وبالتالي هذه نتيجة هذه الدراسات تعمل أيضا دراسات تسمى بدراسة الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع. جهود الاستثمار قسمت منطقة الاكتشافات إلى 11 منطقة تعدينية لتعظيم عوائدها الاقتصادية، لا سيما مع تأكد وجود معدن الذهب في مناطق متفرقة بشمال عمان. الذهب يتواجد في السلطنة على طريقتين، إما أن يتواجد الذهب مصاحبا للنحاس ويكون في هذه الحالة موجودا في باطن الأرض، وأما أن يكون موجود الذهب موجود في الطبقة المؤكسدة من خام النحاس على السطح. بحث حقيقي عن خام الذهب يترجم جدية الحكومة في الاستثمار بالاستعانة بالشركات المتخصصة ذات القدرة المالية والخبرة الفنية. الإجراءات التي سوف يعني تتخذها الهيئة للتعظيم هذه الفائدة هو قيام صناعات محلية، وهذا توجه حقيقة الآن الهيئة تتخذ هذا الإجراء في إصدار التراخيص التعدينية التي تعتمد على قيام صناعات محلية على هذه الخامات المعدنية. جبال عمان والتي تشكل نسبة كبيرة من البيئة الجغرافية العمانية تشكل ثروة معدنية تبحث عن من يستثمر خاماتها على الوجه الذي يدخلها ضمن نسب الدخل الوطني. انتصار بنت حبيب الشبلية، مسقط. وفي نشرة سابقة أكد الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب أن السلطنة تسعى إلى إيجاد قانون ينظم ويشرع استخراج المعادن النفيسة.
هناك توجه مباشر للحكومة لإيجاد قانون ونظم وتشريعات لهذا المعدن. نعم. حتى التوجه الآن الموجود أن يكون نسبة النمو في هذا القطاع تقريبا 6% وفق ما أورد في الخطة 25 اللي هي الخطة التاسعة. نعم. وأيضا كذلك أن يصل بنهاية الخطة 2020 إلى حدود تقريبا 35%. إذن القطاع واعد ووجود عدة مجالات للاستثمار في قطاع التعدين، الحقيقة هناك فرص واعدة جدا. قدم ميثاق لصيرفة الإسلامية من بنك مسقط تمويلا للناقل الوطني العماني لشراء ثاني طائرة بوينغ 787 دريم لاينر، ونجح البنك في إتمام هذه الصفقة وفق معايير وإجراءات قانونية تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ليؤكد قدرته على تمويل الصفقات التجارية على كافة المستويات. سجلت دائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة أكثر من 8000 طلب لتسجيل العلامات التجارية والبراءات والنماذج الصناعية وحق المؤلف خلال العام الماضي. الطلبات تركزت في مجال العلامات التجارية التي بلغت 7390 طلبا. نحو 8000 طلب لتسجيل العلامات التجارية والبراءات والنماذج الصناعية وحق المؤلف استقبلتها دائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة العام الماضي. وتركزت الطلبات في مجال العلامات التجارية التي بلغت 7390 طلبا، ثم طلبات البراءات التي وصلت إلى 343 طلبا، بينما بلغت طلبات في مجال حق المؤلف 212 طلبا، متقدمة على النماذج الصناعية التي بلغت طلباتها 21 طلبا. وتسعى دائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة إلى حماية الملكية الفكرية في السماح للمبدع أو مالك براءة الاختراع والعلامة التجارية أو المؤلف بالاستفادة من عمله واستثماره وقيام الصناعات المحلية وتشجيع وجذب الاستثمارات الخارجية وحماية العلامة من السرقة والنسخ والقرصنة والحد من انتشار المصنفات المقلدة والمنسوخة ومواجهة تحديات التجارة الإلكترونية وتحديات مجتمع الاتصالات والإنترنت. وتمثل الملكية الفكرية أهمية كبيرة في حياة كل فرد سواء من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وأهميتها تكمن في رفع المعيشة لدى الأفراد وتغيير سياسات الدول وزيادة الاستثمارات وتوفير الصحة العامة واحترام حقوق الآخرين. من جانب آخر، أصدر قسم الرقابة على المنشآت التجارية بدائرة التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية بوزارة التجارة والصناعة العام الماضي 37 ترخيصا إداريا لتأسيس شركات مساهمة عمانية مقفلة، وتم التحقق من عقد 88 جمعية عامة عادية وغير عادية وعامة تأسيسية، والتحقق من 169 عقدا لاجتماعات الجمعيات العامة العادية السنوية. ويأتي هذا الترخيص من أجل تشجيع المستثمرين العمانيين وغير العمانيين على تأسيس شركات مساهمة مقفلة وتشجيع الأهالي نحو المضي لتسجيل هذه الشركات لما يعود إليهم بالمنفعة العامة. نحن في أوربي نعمل لأجلكم. هدفنا تنمية الموارد البشرية العمانية. نحن فخورون بتزويدكم وقود الطاقة. نحن شركاء في دفع عجلة التنمية. أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. تأثر سوق مسقط الأوراق المالية خلال عام 2015 بالتراجعات المالية في أسواق النفط العالمية والأسواق المالية، هذا وقد أدى التأثر إلى تراجع المؤشر العام 937 نقطة، فيما بلغت القيمة الإجمالية للتداول 1,390,000,000 ريالا عمانية. أنهى سوق مسقط للأوراق المالية عام 2015 على انخفاض، أسوة بباقي أسواق المنطقة التي شهدت نفس الاتجاه بفعل تراجعات أسواق النفط العالمية.
هناك تخوف من قبل المستثمرين من تباطؤ الاقتصادات العالمية، وبالأخص من قبل منطقة الصين ومنطقة أوروبا. والموضوع المهم من ناحية منطقة الصين أنها يعني الدولة تمثل شراء قوي بالنسبة للنفط. في انتظار ما سوف تسفر عنه الموازنة العامة للدولة وخطة الحكومة للفترة المقبلة لمواجهة تحديات تراجعات أسعار النفط، من المتوقع أن يتجه السوق بنفس المستويات الحالية مع إمكانية حدوث نوع من الارتفاعات، إضافة إلى ذلك انتظار النتائج المالية السنوية للشركات المدرجة في سوق مسقط والتي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القريبة القادمة. وفي الربع الأخير هناك كان النظر إلى رفع الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، الأمر الذي كان المستثمرين يتطلعون إليه بشكل مستمر ونهائيا حدث خلال الربع الأخير من السنة الماضية. كانت التوقعات أن يغلق السوق على ارتفاع في نهاية العام، إلا أنه تأثر بتراجعات الأسواق المجاورة واستمرار انخفاض أسعار النفط العالمية التي كان لها بالغ الأثر في تراجعات أسواق المال العالمية، إضافة إلى ذلك انتظار دراسة الحكومة المتخذة لدعم الموازنة العامة للدولة وما هي الإجراءات الاحترازية. تواجه الشركات العالمية الكبرى المنتجة للنفط والغاز أطول فترة من انخفاض أسعار النفط منذ عقود، ومن المتوقع أن تلجأ لمزيد من الاقتراض للحفاظ على مستويات توزيعات الأرباح على المستثمرين، حيث خفضت أكثر شركات النفط العالمية الإنفاق العام واتجهت إلى بيع الأصول وتقليص بعض الوظائف وتأجيل المشروعات. في الأثناء أعلن منتجون في الولايات المتحدة عن خطط لخفض ميزانياتهم في 2016 بأكثر من الربع. سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين في السلطنة بنهاية الربع الثالث من العام 2015 انخفاضا نسبته 25.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث قادت أسعار منتجات النفط والغاز هذا الانخفاض مسجلة تراجعا نسبته 29.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014، فيما سجلت المنتجات غير النفطية تراجعا نسبته 4.8%، وفي مجموعة المنتجات الغذائية والمشروبات والمنسوجات انخفضت أسعار المنتجين في منتجات الأسماك والفواكه والخضروات والزيوت بنسبة 7.1%، كما انخفضت منتجات الألبان بنسبة 20%، ومنتجات الملابس الجاهزة والمنسوجات والأحذية بنسبة 0.1%. إلى هنا نصل بكم أعزائي المشاهدين إلى نهاية النشرة الاقتصادية. مع انخفاض درجة الحرارة يبدأ المزارعون في ولاية دما والطائين بموسم تلقيح النخيل. نخلة النغال هي الأسبق في عمليات التلقيح، حيث يتم جني رطبها مع حلول فصل الصيف. على مدخل ولاية دما والطائين النخيل الباسقات ذات الظلال الوارفة تحرسها الجبال السامقة على ضفاف الوادي الصافي. مشهد آخر يلوح به الصباح، الوالد ناصر وثلة من مزارعي البلدة يرتقبون طلع النخيل ليستبشروا بثمارها في موسم منتظر. لكن اصبح عندنا ما يجينا ايام متعودين نصبح من نصبح صبي يا الله البنت قهوه الريوخ نرجع بعدين نبدي النخيل او نبالي. نحن اول ما شبينا على النخله ما يجينا يكون نصبح صبح ما سارين النخل ونعرف بثمر ما ثمر حتى النفاح. هذه البدايه لثمره النخيل اليانعه، تلقيح طلع النخيل بوضع النبات عليه طريقه تتطلب دقة في الإنجاز توارثها هؤلاء المزارعون أبا عن جد. كل ما إذا وجب هذا القب تسمع يأق عن اللحاف الغشة هذا وقالب الشغراف، ثم إني يقابل النبات سواء النبات ذيك الساعة يعني نتاي أو إنه يابس
تنبة نغال، النخلة النغال لها واحد. النخلة وخاصة في ولاية دمى والطايم تتصدر جميع أصناف الزراعة الموجودة في الولاية، لذلك اتخذت الولاية نخلة النغال شعارا لها. وكالعادة بداية الموسم بنخلة النغال، ثمرتها عرفت بجودتها، تلك المقومات وغيرها جعلت الأهالي يتخذونها شعارا لبلدتهم الغنية بأصناف أخرى من النخيل. بين هذه الظلال الوارفة والأجواء الجميلة الباردة عاش الأهالي وترعرعوا هنا لتصبح النخلة جزءا من حياتهم. أحمد بن محمد المعمري من ولاية دمى والطائيين، محافظة شمال الشرقية. والآن الأخبار، الرياضة مع مازون. مازون، إيش عندك اليوم لمحبي الرياضة؟ هناك العديد كالعادة بثينة من الأخبار المحلية والعالمية في هذه النشرة الرياضية. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في النشرة الرياضية لهذه الليلة. تسحب غدا الاثنين قرعة دور 16 لمسابقة كأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم، وذلك في الساعة 2:30 ظهرا باستاد السيب الرياضي. وستقام مباريات دور 16 يومي 13 و14 من يناير الجاري. أما مباريات دور الربع النهائي ستقام يومي 15 و16 من فبراير المقبل. افتتح منتخبنا الوطني الأول معسكره الداخلي اليوم، وذلك تحضيرا لمواجهة جوام وإيران في 24 و29 من مارس القادم، وذلك ضمن التصفيات المزدوجة لكأسي العالم وآسيا لكرة القدم، حيث قاد ميران المنتخب ريفالدو مدرب اللياقة البدنية. ويأتي المعسكر لاستثمار فترة توقف الدوري، وذلك للإبقاء على الحالة البدنية للاعبين، ويتدرب المنتخب بدون أي مدرب، حيث ما زالت المفاوضات جارية مع عدد من المدربين لقيادة الفريق. ذكرت تقارير صحفية عن وجود المدرب الألماني تشايفر في مسقط للتفاوض مع اتحاد الكرة في قيادة دفة المنتخب الأول. كما أشارت التقارير إلى أن المدرب الألماني تشايفر سيقدم رؤيته الفنية في المرحلة المقبلة أمام أعضاء الاتحاد العماني لكرة القدم غدا في حال تم تعيينه مدربا للأحمر. وإلى الأخبار العالمية، حيث أهدر العهد فرصة تصدر ترتيب الدوري اللبناني لكرة القدم بتعادله مع النجمة في مواجهة ديربي بيروت بهدف لهدف وحيد، حيث افتتح العهد حامل اللقب وبطل الدوري 4 مرات التسجيل بهدف من ركلة جزاء سجله السوري عبد الرزاق الحسين في 85، وفي 67 بعد المئة سجل النجمة هدف التعادل المشكوك في صحته بعد خطف اللاعب أكرم مغربي الكرة من يدي حارس مرمى العهد. وبهدفين دون رد تغلب سبورتينغ على ضيفه بورتو ليتصدر منافسات الدوري البرتغالي لكرة القدم. سبورتينغ تقدم في 27 برأسية من إسلام سليماني، وذلك بعد تمريرة رائعة من جيفرسون. بورتو عجز عن الرد بينما واصل سبورتينغ تفوقه في الشوط الثاني، وقبل 5 دقائق من النهاية أضاف سليماني الهدف الثاني مستغلا تمريرة من روي. وإلى الدوري البلجيكي لكرة القدم، حيث تغلب بنفيكا على مضيفه غويمارايس بهدف نظيف. المباراة التي تباعدت فيها فرص التسجيل أحرز هدفها الوحيد نجم الفريق ريناتو سانشيز في 74.
ومن بلجيكا إلى الدوري الأسترالي لكرة القدم، حيث تمكن ميلبورن من الفوز على نيوكاسل جيتس بهدف نظيف. ففي الشوط الثاني مرر كوستا بارباروز الكرة إلى التونسي فهيد خلف الله الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 71 ليخرج ميلبورن فائزا بالنقاط الثلاث. وإلى أخبار التنس، حيث شارك النجم السويسري روجر فيدرر في يوم الأطفال خلال تحضيراته للمشاركة في بطولة بريسبان الدولية للتنس في أستراليا. فيدرر كان النجم الذي اختاره المنظمون للأطفال وشاركهم الاحتفال على ملعب التنس، كما شاركه في الحفل نجوم التنس فيكتوريا أزارينكا وراديك شتنابيك. أحرز ليبرون جيمز 29 نقطة ليقود كليفلاند كافاليرز للفوز على ضيف أورلاندو ماجيك ب 140 نقاط مقابل 79، وذلك ضمن منافسات دوري كرة السلة للمحترفين بأمريكا الشمالية. وبحلول منتصف المباراة كان الفريق المضيف قد رفع رصيده إلى 55 نقطة مقابل 32 لماجيك، ولم يأتي النصف الثاني بجديد حيث واصل لاعبو كليفلاند السيطرة على سلة ماجيك ورفعوا رصيدهم محققين الفوز. وإلى الخبر الأخير في هذه النشرة، حيث فاز تورنتو مايبل ليفز على سانت لويز بلوز بأربعة أهداف لهدف واحد، وذلك ضمن الدور الأمريكي للهوكي على الجليد. فلاديمير تراسينكو سجل الهدف الأول في الدقيقة 23 من الربع الثاني لمصلحة سانت لويز، وبعد 5 ثوان عادل جيمز فإن النتيجة لتورنتو الذي وفي بداية الربع الثالث سجل بيتر هولاند ليرفع حصيلة الكنديين إلى 3 أهداف. ناظم قدري سجل الهدف الرابع لميبل ليفز ليخرج تورنتو فائزا بأربعة أهداف لهدف واحد. مشاهدينا، وصلنا بكم إلى نهاية النشرة الرياضية لهذه الليلة، وعودة إلى الزملاء. عالم الانضباط العسكري يختلف تماما عن عالم التجميل، والجمع بينهما للوهلة الأولى يبدو مستغربا. بالتأكيد هو مستغرب، لكنه لم يعد كذلك الآن بعد أن افتتحت إحدى كبرى شركات تجميل في العالم في شنغهاي مدرسة عسكرية لتدريب طلابها على فنون التجميل في جو من الانضباط العسكري والزي الموحد والقواعد الصارمة. نتابع. يستيقظ الطالب شوجي ذو 15 عاما في تمام 7 صباحا في مهجع الطلاب قبل أن يقوم هو وزملائه بارتداء الزي المدرسي الذي يشبه زي البحرية، ويقوم بترتيب أسرتهم قبل التوجه إلى المدرسة للقيام بتمرينات الصباح والتي من بينها الغناء والرقص. فشو الذي جاء من مقاطعة هونان بوسط الصين يحلم بأن يصبح مصفف الشعر، لذا يرتد مدرسة تونفينغ للتجميل على أطراف مدينة شنغهاي والتي تطبق الأسلوب العسكري على طلابها، وتستمر فترة تدريب شو 6 أشهر ويتخصص خلالها في طرق قص الشعر. لقد تعودت تماما على الأمر، عندما كنت في المنزل كنت أعيش بلا قواعد محددة وكنت أستيقظ متأخرا كل يوم، لكن بعدما جئت إلى هنا توجد بالفعل دقة والتزام، وهو ما سيساعدني بشكل كبير في المستقبل. وفكرة الأسلوب العسكري الذي تطبقه مدرسة التجميل وضعتها مجموعة وين فانغ للتجميل التي تأسست عام 1995، وتسعى من خلال فكرتها إلى تطبيق معايير موحدة في مراكز التجميل التابعة لها في الصين، ومعظم العاملين في تلك المراكز كان عليهم الالتحاق بفترة تدريب واختبارات في المدرسة. وطبقت المدرسة زيا موحدا على الطلاب والطالبات، كما وضعت شعارات على الطلاب ترديدها تماما كما في المدارس العسكرية. و
والمدرسة نفسها افتتحت أبوابها في عام 1998، وتتراوح المصروفات بها من 154 دولارا حتى نحو 6000 دولار، وذلك اعتمادا على التخصص وفترة الدراسة، والتي بدورها قد تمتد من شهر واحد إلى سنتين. ويتخرج كل عام حوالي 3000 طالب، وبحسب موقع المدرسة بين 10000 من العاملين، فيما يزيد عن 300 سلسلة لمراكز التجميل في أنحاء الصين من خريجي المدرسة. في ختام النشرة هذا تذكير بأهم الأنباء. الأخدود الجوي يؤثر على محافظات السلطنة وجريان أودية بمحافظة مسندم وأمطار غزيرة بالبريمي. نحو 20 قتيلا بين الجيش العراقي في هجمات وتفجيرات لتنظيم داعش في عدة محافظات. دعوات أممية لمساعدة لاجئي سوريا مع دخول العواصف الثلجية مخيماتهم. نشكر لكم حسن المتابعة، وهذه تحيات فريق العمل في مركز الأخبار. إلى اللقاء.